أولا السياحة كنز من كنوز فلسطين، فيها السياحة التاريخية والأثرية والدينية والثقافية، وأيضا السياحة البديلة السياسية. فلسطين بسياحتها، والسياحة هي بترول لفلسطين. السياح يأتون من كل حد وصوب، من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، يحجون إلى الأماكن المقدسة سواء كانت الإسلامية أو المسيحية، وأيضا هنا مواقع أثرية يعني متعمقة ومتجذرة في التاريخ القديم. توجد في محافظة نابلس موقع سباستيا، وأيضا في عنا حي السمرة وجبل جرزين وكنيسة بئر يعقوب. وطبعا نابلس موجودة على خط سير سيدنا المسيح وخط سير سيدنا إبراهيم، فكل هذه المسارات التاريخية والثقافية تعتبر كنز لفلسطين وللاقتصاد الفلسطيني. ولولا الاحتلال وعوائق الاحتلال لكانت فلسطين رقم واحد في السياحة في العالم باعتقادي، وإن شاء الله سيزول الاحتلال وستبقى هذه البلد منارة جذب لكل عاشقي الثقافة والتاريخ والأصالة. فلسطين فلسطين فلسطين.